مفتاح الصلاة هو الوضوء. فالحين حنعمل نظرة سريعة جدا يعني بالنسبة لموضوع الوضوء أركانه وسننه وأدابه ويكره في الوضوء وينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء. أركان الوضوء هي 4، سنن الوضوء هي 18، آداب الوضوء 14، يكره في الوضوء 6 أشياء وينقض الوضوء 12 شيئا، و10 أشياء لا تنقض الوضوء. غسل الوجه، يعني طبعا أركان الوضوء، غسل الوجه طولا من منبت رأس الشعر من هون إلى أسفل الذقن وشحمتي الأذنين، وغسل اليدين مع المرفقين. طبعا بنبلش بغسل اليدين إلى المرفقين لهون، طبعا ما بنبلش من هون لتحت. وغسل الرجلين مع الكعبين، انتو شفتوا كيف الكعبين العظمتين النافرتين مو من تحت الكعب، في عندنا عالم تحس انه الكعب هو تحت، لا هو العظمتين اللي موجودين فوق القدم. ومسح ربع الرأس، هذه أركان الوضوء عند الإمام أبو حنيفة. طبعا في عند الأئمة الثانية الإمام أحمد هي 6 أركان. نجي لسنة الوضوء، سنة الوضوء هي 18 شيء. غسل اليدين إلى الرسوغين هون، غسل اليدين إلى الرسوغين، العظمتين نبقتين هون، غسل اليدين إلى الرسوغين. والتسمية ابتداء بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السواك ولو بإصبع عند فقده، السواك طبعا هي سنة مهجورة مع صفينا نحن مثل قبل، كنا قبل دائما السواك بين ايدينا، فهلا السواك صفى من السنن المهجورة. بتمسك السواك وبتسوك اسنانك عادي، طبعا اذا ما وجدت السواك فبايدك، اليد تغني عن السواك في الوضوء. طبعا المضمضة 3 ولو بغرفة واحدة مع الانف طبعا، والاستنشاق 3 غرفات، والاستنثار طبعا باليد اليسار. المبالغة بالاستنشاق والمضمضة لغير الصائم، إذا ما كنت صائم ما في بإمكانك أنه أنت تبالغ بالمضمضة والاستنشاق. مثل أحد الناس بيجي عندنا منا بأنه والله يا شيخ والله لولا المضمضة كنا عطشنا برمضان كثير، طلع الأخ عم يتمضمض ويبالغ بالمضمضة كثير، عم يصف مي لأول حاجة. تخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها، طبعا بس يكون في مي من تحت منها تخيل اللحية. وتخليل الأصابع، أصابع اليدين تخليلهم. وتثقيف الغسل يعني 3 مرات بحب يغسل العضو عند منه، طبعا المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين 3 مرات. طبعا استيعاب الرأس بالمسح، تسحب كليات ولا رأسك مع الأذنين طبعا بماء واحد. والتدليك، بتدلك الإيديك منيح مشان يصنع يتعبى بالماء لألا، لأن أحيانا إذا إحنا هلا جربنا نحط شط مي ونحط إيدينا فيه بتلاقي في فقاعات، هي فقاعات هواء، هي إذا ما دخل الوضوء الوضوء ما صح، فلذلك إحنا لازم ندلكها. والولاء هي متابعة غسل الأعضاء قبل جفافها. آسف. كيف مثلا بكون قاعد مثلا عم اتوضأ للتليفون بروح رد عليه مثلا، وصار في محادثة بيني وبين الشخص، يعني ما خلص المحادثة يكون نشفت إيدي أنا، فلذلك هذا يعني من السنة إنه لا تابع الغسل. النية ومكانها القلب واللسان، والترتيب، ترتيب شيء ضروري يعني دائما ما بحب ابلش في عالم يعني بتخلي مثلا ايديا اخر شيء، لا مثل ما موجود في السنن مترتبه. البدايه بالميامن، دائما نحب نبلش بالايد اليمين، بنبلش بالمضمضه بايد اليمين، اي شيء بنغسل مثلا رجلينا بايد اليمين او عفوا بالرجل اليمين. ومن السنن كمان هي مقدام الرأس اللي تمسح فيها، من هون بتبلش المسح، مو من هون، من هون بلش المسح لورا.
ومسح الرقبة للحلقوم. تعمل هيك ايدك لهون وقف هون الحلقوم، وقيل انه هي الاربعة الاخيرة هي مستحبة. هلا بنجي لقسم آداب الوضوء. في آداب وضوء، في آداب وضوء، وهي 14 شيء. نجلس في مكان مرتفع، في مكان مرتفع، ونكون مستقبلين القبلة. طبعا إذا مو مستقبلين القبلة هذا الشيء بيجي على الجامع. وعدم الاستعانة بغيره. هلا صفا مو مثل قبل كانوا يستخدموا مي بالأواني، هلا صفا الحنفية بتفتحها وبتغسل إيديه. عدم التكلم بكلام الناس، بتلاقي فاتح سيرة وقاعد عم يقض سيارة، هو عم يتوضى ورحت وشفت فلان، وأحيانا بلم يعني العالم وبيستغيبوا العالم منهم قاعدين عم يتوضوا، خصوصا إذا كانوا قاعدين بالتواليت كمان، هو مو بصير واحد يحكي بالتواليت. والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، والدعاء بالمأثور، والتسمية عند كل عضو بنسميه بالله، وإدخال خنصره في صماخ أذنيه. الخنصر انو هذا الخنصر، خنصر بنصر وسطى سبابة ابهام، هذا الخنصر نحطه في صماخ اذنينا هون. والمضمضة والاستنشاق باليد اليمين، والاستنثار باليد اليسرى. عم تبلش مثلا عملت هيك، دخلت الماء لأنفك، تستنثر في اليسار. والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. هلا وضوء المعذورين كل وقت بينتقد وضوء في الحكم خاص والمعذور، فنحن نتوضأ قبل ما يدخل الوقت، هاي من آداب الوضوء عشان نحن نستعد للصلاة بذكر الله سبحانه وتعالى. والإتيام الشهادتين بعده، بعد ما خلص وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. واخر شيء ان يشرب من فضل وضوئه قائما، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب قاعدا. يكره للمتوضئ ست اشياء. احنا هلا حنخليها بحلقه كامله، نحن عشان ما نفتح الحلقات نخلي مجال لحلقات ثانيه. الاسراف في الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد لما مر به وهو يتوضا، ما هذا السرف يا سعد؟ قال افي الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. معروفة يعني أنه لا حدا يسرف في الماء، حتى الأطفال بتعرفها، طيور الجنة، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. والتقطير فيه، بتلاقي الواحد يعني عم يمسح مسح، خصوصا بالشتاء بتلاقي بدال واحد مسك المي بلش بقى يمسح مسح، ولازم تخلي المي تستعين اليد كلياتها أو الأعضاء كلياتها. وضرب الوجه، بتلاقي مسك المي وبلش بقى يضرب بوشه فيه، خصوصا اذا كان معصب ولا كان، لا تمسك المي وبتغسل وشك مثل مو مولود مثل ما ولد. والتكلم بكلام الناس لانه يشغل عن الادعيه، هلا مرت معنا قبل شوي. والاستعانه بغيره كمان مرت معنا انه ما حدا يستعين فيه. ليش؟ لقوله سيدنا عمر رضي الله عنه، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، فبدأت أن أستقي له، فقال مه يا عمر، فإني لا أريد أن يعينني على صلاة أحد. من غير عذر، إذا كان إنسان مثلا معذور أنه يخلي واحد يصب له مي فبيصب له، كما ولى عن صلى الله عليه وسلم، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وفي الحديث كان الخادم كان يصبه على النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. بسم الله، نبلش احنا بالوضوء. نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نية في القلب، نغسل ايدينا ست مرات، نغسل الاصابع، بعدين نتمضمض. تكون يا نتمضمض هون، يعني ما في سواك بالإيد، بالإيد تغني عن السواك.
بعدين احنا هلا بنفرشه 3 مرات. بنغسل وشنا طبعا من مبلغ راس الشعر لاسفل الذقن. طبعا شحمتي الاذنين اللي هون 3 مرات، هي اول مرة، هي ثاني مرة، صبر صبر بالشي منهم. هي ثالث مرة بعدين بنخلل اللحية. مي بنخلل اللحية طبعا اللحية الكفتين بنخللها. هلا هون بنغسل ايدينا 3 مرات الى المرافق، بنخلل هيك، هي اول مرة، هي ثاني مرة، هي ثالث مرة. هلا في عالم فيك تعمل لك هيك العالم. كمان بس مشكلة. بس هيك السنة يعني. نزل مي مع التدليك وبالميامين. بعدين بمسح الرأس كامل مع الأذنين ضابطين الرمان. بندخل أصابعنا هذول في أذنين. وما في داعي انه نحط رقبة لحرق في رقبة هيك. انا بغسل 3 مرات رجلنا اليمين. طبعا يسن كمان انه في كل مرة نقول بسم الله او من اداب الوضوء تخيل الأصابع مشان يتحمل الماء. بنطول لبرا يعني إذا في فجر بنطول لبرا. طبعا في ناحية بنبعد نحن عن الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل ممكن نبعد عنه لأنه في ماء مستعمل ما بنفتح بوقنا فيه. هذا كله اللي عم ينزل، هذا كله عم ينزل هلا من هون، هو ماء مستعمل. مثل مثلا احنا بدنا نغسل وشنا مثلا هيك، نغسل وشنا بمي، بنبعد وشنا لهون مشان ما ينزل مي عليها. هي في ناحية كثير مهمة. هلا هون يقسم الوضوء إلى 3 أقسام: فرض وواجب ومندوب. الفرض هو على المحدث بالصلاة ولو كانت نفلا، وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولبس القرآن ولو بآية، هي فرض. الواجب هو الطواف في الكعبة. أما هون مندوب يندب، يعني إنه إذا بدك تساوي أي شيء يندب إنه تتوضأ. للنوم على طهارة، ولما تنام تتوضأ، وإذا استيقظ منه والمداومة عليه، والوضوء على الوضوء وبعد غيبة ونميمة، إذا غبت حدا ونممت على حدا ممكن كمان تتوضأ، وكل خطيئة وإنشاد شعر أنشد شعر تتوضأ، وقهقهة خارج الصلاة، إذا كمان ضحكت بصوت عالي ممكن تتوضأ، يندب. وغسل ميت وحمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أبو داود. ولوقت كل صلاة وقبل غسل الجنابة كمان بغسل الجنابة نحن قبل ما نغتسل نتوضأ بعدين بغتسل. طبعا بتعرف كيف غسل الجنابة، كيف بشر برأسك وكتفك اليمين وكتفك اليسار. وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء، ولغضب لأنه يطفئه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقراءة قرآن أو حديث، إذا قرأت قرآن أو حديث فلذلك لازم تتوضأ. ودراسة علم شرعي، تمام، إذا تدرس علم شرعي تتوضأ وتقعد تجلس فيه. وأذان وإقامة وخطبة ولو خطبة نكاح، تمام، يعني يندب إنه تتوضأ. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يطعمنا إياها ويطعمكم إياها بجاه الرسول، تعظيما له، ودخول مسجد ودخول مسجده ووقوفه بعرفة، وللسعي بالصفا والمروة، كل هذا يندب في الوضوء. وأكل لحم جزور، لحم الجمل، يعني أي واحد يأكل لحم جمل فلازم يتوضأ.
وللخروج من الخلاف إذا مس المرأة. تعرفوا أنكم مس المرأة عند الإمام أبو حنيفة لا ينقض الوضوء، وعند الإمام الشافعي ينقض الوضوء. فلذلك عشان نحن نطلع من الخلاف، لأن العبادة المتفق فيها أفضل من العبادة المختلف فيها. فنطلع من الخلاف نتوضأ مشان نطلع نحن من الخلاف. طبعا حنوصل للنهاية، ما ضل في شيء عندنا، هي نواقض الوضوء بإذن واحد أحد. ينقض الوضوء 12 شيئا، 12 شغلة بتفسد الوضوء. ما خرج من السبيلين، يعني من القبل والدبر، كل شيء بيخرج من السبيلين ينقض الوضوء، إلا ريح القبل في الأصح. ريح القبل هي بالنسبة للنساء، الرجال ما عندهم إياها، وإذا عندهم إياها ما بتنسمع. فالمرأة إذا غيرت قعدتها، كانت قعدة هيك قعدت هيك، فبيصير ارتطام باللحم اللي عندها بالعورة الأمامية، بيطلع صوت، هذا الصوت ما ينقض الوضوء إلا ريح القبل في الأصح. لا بيشرح الكتاب هذا، قال إلا المفضات. من المفضات يلي اللي صار عندها اختلاط بين العورة الأمامية والعورة الخلفية، فهي حتى أحيانا بيخرج البراز من العورة الأمامية عندها. هي إذا كان خرج الهواء من العورة الأمامية منتن الريح ينقض الوضوء، وإلا فلا. وينقضه ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. هذا ليس صحيح. ينقضه، ينقض الوضوء ولادة من غير رؤية دم، يعني الولادة ولو ما كان شاف الدم صارت نفساء، مو بس انتقض وضوءها، لأنه النفاس، تعريف النفاس هو خروج نفس، فخرج منها نفس، نعم، فصارت نفساء. ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح. من غيرهما على إيش؟ عائدة على السبيلين. فإذا خرج نجاسة الدم والقيح، إنسان إيده مجروحة، كتفه مجروح، رجله مجروحة، طلع دم تقض وضوءه، طلع قيح يعني عمل تقض وضوءه. وقيء طعام إذا كان إيش؟ ملء الفم. إذا كان إنسان تقيأ ملء الفم انتقض وضوءه. أو ماء، قيأ ماء ملء الفم انتقض وضوءه. أو علق، أي سوداء محترقة، دم، تقيأ دم ملء الفم انتقض وضوءه. أو مرة، أي اللي إيش؟ الحمضة اللي بتطلع مع الإنسان، الحمضة بتطلع بشكل بسيط وبترجع أحيانا، أغلب الأحيان بترجع هيك ما بتفسد الوضوء، لكن حمضة طلعت بشكل كبير وملء الفم نقضت الوضوء. إذا ملأ الفم، شو يعني ملأ الفم؟ وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح، يعني حط إيده صار القيء يطعم بين أصابعه. ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه. إنسان تقيأ هون من وجع راسه، هنيك من وجع بطنه، برا من وجع قلبه، برا هنيك من وجع ظهره، هذا ما اتحد السبب، ما انتقض الوضوء. لكن هون تقيأ من وجع راسه، هنيك من وجع راسه، برا من وجع راسه، بيطلعوا كلهم من الفم، قال بيطلعوا نقضوا الوضوء. ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه. ودم غلب على البزاق أو سواه. لا أغلبنا لما عم بيستعمل فرشاة الأسنان فبينزل دم لما بيتف، فإذا كان بزق نزل دم، إذا كان الدم أكثر من البصاق فسد الوضوء، إذا سواه قد بعض فسد الوضوء، إذا أقل الدم أقل من البزاق ما فسد الوضوء. ودم غلب على البزاق أو سواه ينقض الوضوء. ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض، يعني إنسان قاعد بالنسبة له مرتكي، هذا إذا غفل راح وضوءه. العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. طول ما الإنسان قاعد ما بيخرج منه شيء، يعني من الأشياء المعيبة إنه إنسان قاعد بين الناس يخرج منه شيء.
فإذا كان نايم معناته معفو عنه. لذلك هلا اللي بيعدوا مثلا بيناتهم واحد نايم بيطلع منه أشكال ألوان ما له محاسب. فإذا كان قاعد مثل حكاية الشاب الأخ، إذا قاعد مقعدته متمكنة من الأرض ولو نام ساعة كاملة يفتح عيونه وفز بيصلي. سمعنا من شيخنا أنه الشيخ محمد العربيني الكبير، الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى، كان يقعد بالجامع مثل ما قاعد الشاب هيك ينام، يجي تلميذه محمد مباشرة يقعد ورا ظهره يسند له ظهره للشيخ مشان الشيخ ما يميل، لأنه إذا ما الفاق لحاله هيك راح الوضوء. فمشان الشيخ ما يميل يسند له ظهره، الشيخ ينام له نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة، يصحى يطلع لقي محمد ورا ظهره، يقول له محمد، يقول له نعم سيدي، يقول له سمعت صوتا، يقول له لا سيدي، شممت ريحا، يقول له لا سيدي. فز الشيخ وصلي سنة العصر الله تعالى الله أكبر. النوم ما نقض الوضوء إذا المقعدة متمكنة من الأرض مسكرة. إيه نعم. لذلك إذا واحد مسطح وغفل، إذا مسطح وسمعان في جنب منه ناس عم يحكوا بس مو فهمان شو عم يحكوا لكن سمعان أصواتهم، ما راح وضوءه. بس يغيب ما عاد يسمع صوت حدا وهو مسطح راح الوضوء. ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض راح الوضوء. وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر. إن عمال هيك مال 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 فاء هنا راح الوضوء. إن فارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط، ما وقع على الأرض، ما وقع بس ارتفعت المقعدة عن الأرض. وإغماء، اللي بيغوطل بينتقد وضوءه لأنه ما بيعرف شو صار معه. الإغماء حدث سماوي يزيل العقل ويزيل القوى. الإغماء حدث سماوي يزيل العقل ويزيل القوى. تلاقي الزلمة بيلتحش بالأرض، إيه نعم، حركه خلص ما بيتحرك مغوطن. كنا نشتغل بالمخابز، كان معنا واحد إذا نام نكت عليه مي ما يفيق، نخبطه ما يفيق، نجره بالفرن من أول فرن لآخره ما يفيق، نحمله نزته بالأرض ما يفيق. نومه عجيب، هذا مثل الغوطنة وجنون. منقول جنة مو جنة، جنة، لأنه مو بكيفه بجن الواحد. الجنون حدث سماوي يزيل العقل ويزيد القوى، مو مثل الإغماء. الجنون كمان حدث سماوي مو بإيده بني آدم، يزيل العقل ويزيد القوى. اليوم الصبح واحدة عم تصل فيني إنه زوجة، إيه نعم، يعني تستفزه هي، بيطلع خلقه بيطلقها. فقالت لي بيطلق هو طالع خلقه، يعني صار له مطلق يمكن 4 طلقات. قال لها ندم وهي بدها اياه. قالت لي ما لها فتوى شيخنا؟ ما لها فتوى. اللي ما يقع طلاقه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق على عقله تماما، يعني بتأخذ من جيبته 1000 ليرة ما بيحس عليك، بتقول له مرته طلقت، بيقول مالي متذكر إني طلقت، هذا ما يقع طلاقه. أي بس هي الشغلة بينه وبين الله، مو يمثل علينا، لا بده يحكي الحقيقة. خذ سكر زكاة، حطه صامت. نعم. والسكر، إنسان إذا شرب كاسة خمر هالقد هيك ما سكر، هذا بالنسبة له ما انتقد وضوءه. بيحسن بيصلي
يصلي. طيب الخمر ما نقض الوضوء؟ ما نقض. الخمر مو نجس؟ نجس. طيب قلة نجاسات بمعدتنا وبشراييننا وبعروقنا، الدم اللي بعروقنا نجس، واللي بمصارينا البلاوي الزرقاء نجسة، فنجاسة. لكن إذا شرب حتى سكر هذا راح وضوءه، لأنه إيش؟ غاب عقله. فالسكر الخمر، نعم، أم الخبائث في الأدب العربي. امرأة في الجاهلية صاوة خمر، قالت: أتشرب نساؤكم هذا؟ قالوا: نعم. قالت: لئن صدقتم إذا لا يدري أحدكم من أبيه، يعني أنت ما حدا بيعرف منكم من أبوه، لأنه غاب على انتهى. فهلا اللي بيشرب خمر تلاقي بيخبص الدنيا، تاني يوم ذكره بالحكي اللي حكاه بيستحي منه هنا. فأنا بعرف رجل كان خجول يقدم منه ما في، بس يشرب خمر كان نعم أسفه منه ما في، سفيه لأبعد درجة. بس يكون مو شربان خمر تلاقي خجول خير الله. فالخمر سبحان الله، واسمه خمر. لا، المرأة بتلبس خمار، يعني الخمار بيغطي وشها، والخمر اسمه خمر لأنه بيغطي العقل. وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود. هلا ذكرنا بأنه الضحك على ثلاثة أنواع: إنسان تبسم في الصلاة ما راح لا وضوءه ولا راح صلاته، واقف عم يصلي ضحكوه، ومن أضحك مصلي أبكى 70 ملك. فإنسان أحيانا بيقعدوا جنب المصلي بيضحكوه. فإذا تبسم ما في شيء، لا ما في شيء. أما ضحك بصوت راحت الصلاة، بس تم توضي. أما قاه 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 راح لوضوء الصلاة. هنا قاه قاهة بالغ. أما شاب صغير مثل الشاب هذا ضحك بالصلاة بيرجع رد إيش من أول جديد: الله أكبر، ما راح وضوءه. قاه قاهة بالغ يقظان، واقف بالصلاة قام نام، هو نايم شاف منام. إذا إنسان واقف بالصلاة بس بشكل كامل، إيدتينه هيك، رجلتينه باتجاه القبلة، أصابيع رجليه واقف وقفة كاملة، راكع إيديه على ركبه، ركع مع الناس، جلسوه، جلس معهم، لسه لا راح لا وضوءه ولا راح شيء. الصلاة مشكلة، لأنه إيش؟ هالركن أداه وهو نائم، ما له اعتبار الركن، بس وضوءه ما راح. قهقهة يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود، خرجت صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ما فيها لا ركوع ولا سجود، لأنه إنسان ضحك فيها ما بيروح وضوءه. بس أما أمر مزعج جدا إذا إنسان ضحك بصلاة الجنازة، لأنه الوقفة بدها خشوع، بدها أدب، وخاصة فيها كسران خاطر لأهل الميت. يعني إذا مات أبي مثلا، أو ماتت أمي أو جدي، وناس واقفين عم يضحكوا، بدي يزعل. مرة حضرت مولد، فكنت عم ألقي كلمة، الطاولة اللي جنب مني قد ما عم يضحكوا عجبي. أنا استعجبت ليش مروان شيخه رحمه الله تعالى قطع الكلمة تبعه ونزل على المنصة، مع أنه كان الله يرحمه ما كان إلا يقول: ولا تؤاخذوني إن أطلت عليكم، تروح معه تلت ساعة، ولا تؤاخذوني إن أطلت عليكم، تروح معه. يوميتها نزل دغري على المنصة، يعني أنا خير إن شاء الله. طلبوني ألقي كلمة، طلعت، ولا عرفت ليش نزل على المنصة. 4-5 شباب قاعدين على الطاولة عم يضحكوا. مروان شيخه رحمه الله تعالى يعني كان هيك طيوب وأخلاق، فآثر أنه ينزل على المنصة بدون ما يساوي شو شرى. أنا نشرت عرضن هنا. شو هذا؟ لأنه ما أنا جاي نهرج نحن، أنا جاي من آخر الدنيا
مشان انه القي كلمه مشان يستفيدوا منها العالم. عشان ما تمسخر ولا انت وياه. ايوه صاحب الفرح انزعج لاني عيطت عليهم، يعني كانه الناس لانه المشايخ تجي ببلاش للشيخ، بنروح على الحفلات ما حدا بيحط لنا بجيبتنا ولا على الشورى، يعني جايين لله سبحانه وتعالى. اما مو جاي مشان اي نعم تضحك علي. مره في شيخ اي نعم راح على الحج، فقالوا له التجار قالوا له بتروح معنا على الحج نعمل لك غرفتك سوبر ماركت وبنكرمك اخر اكرام، بس روح معنا ودلنا على المناسك. راح معهم، معروف عنا بالحي هو رحمه الله تعالى، راح معهم لما يلحق يرجع يكون عم يطوف واحد، يرجع بده يقعد يقول له الثاني خليك واقف خليك واقف مشان تاخذني تطوفني وتدعيني، يروح معه يطوف سبع اشواط ويدعي يرجعوا، ما يلحق يقعد الا واحد ثاني واقف والله زكاتك مشان تاخذني نقعد انا وياك جنب الكعبه مشان تدعيني. هلكوه. بعدين واحد بيقول له قال له اقول لك شيخ، قال له ايه، قال له والله لو ما العلم اللي معك بفرنكين ما بشتريك. رجع الشيخ لهون وحكى لطلاب العلم والمشايخ شو صار معه. بعد منها قال له اي تاجر بيقول لنا امشي على الحج على حسابي بس دلني على المناسك، ما بروح ما بروح، مالي مطالب بالحج. اي نعم مالي مطالب، القادر بقدرة الغير ليس بقادر، مالي رايح. اي نعم فلانه بدك تشتريني بمصاريك. اي نعم في واحد اي نعم قال لي شيخ بتروح بعمل لك غرفتك بحط لك فيها كل شيء وبقعدك بغرفة كأنك ساكن اي نعم بمول، كل شيء فيها. قالوا لا ما بدي، كل شيء فيها بس كرامة ما فيها. يوم تروح بمصاريك اي نعم تروح بتفوت وين ما بدك، تقعد وين ما بدك، بتفوت على مطعم تاكل. كنت فوت على مطعم اكل كريسبي اكل اي نعم هي الاكلات والله ما تسد راسي. روح على مطعم تبع سندويش فلافل ساوي لي سندويشة فلافل، هلا احس حالي شبعت، وكباية شاي معها يا سلام. اشرب كباية الشاي اشري عينة موية، قولوا له موية هنيك عينة موية باردة. اي نعم فاذا بدك مي باردة بدك تشتري المي قبل ما يطلعوا الناس من الحرم، متى ما طلعوا بيفضوا البرادات كلياتهم بيعبوا مي جديدة سخنة، تشتري قنينة تفتحها تشرب مي سخنة. اذا في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة. طبعا إذا كانت ضحكت وأنت بالصلاة خرجت من الصلاة، مو راح الوضوء راحت الصلاة. اي نعم ايوه هي شلون بدنا نشرحها، هي ما حسبناها. ها هاي المسألة اختلفوا فيها العلماء. هلا إذا خرج شيء بينتقد الوضوء، إذا إنسان مثلا لزق بعياله ما خرج منه شيء، بعض أئمتنا قال معناته ما انتقد وضوءه، إذا خرج بينتقد الوضوء. هون الشيخ أيد قول الإمام اللي قال بأنه بينتقد الوضوء، مس فرج بذكر منتصب بلا حائل كونه مس فيها مس لزوجته راح وضوءه، قالوا لا ما راح وضوءه لأنه ما نزل منه شيء، واعتمدنا القول الثاني لأنه أقوى ما راح منه شيء. هنا ما راح الوضوء لأنه ما نزل منه شيء. فصل فيما لا ينقض الوضوء عشرة أشياء: ظهور دم لم يسل عن محل سقوط عن محله، انسان راقد وقع جلفت ايده طلع راح الجلد،
مبين الدم اللحم والدم بس ما نزل دم ما راح الوضوء. ظهور دم لم يسأل عن محلي عن محله. فلا إذا نزل دم سأل عن محله بمقدار حرف الألف نقض الوضوء. طيب إذا بعمل له هيك مشان ما ينزل وما يمشي، ما هو في قوة على السيلان نقض الوضوء. ولو عدت تحاوطه أنت في قوة على السيلان. وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشتة. هذا هي عروق الملح لما بتقيمه من جنب أظافيرك مؤلمة وبتشوف محله فيه دم بس ما بيسيل عن مكانه. ليش مسمينه عروق ملح ما بعرف. هو هذا نتيجة فضول في المعدة غليظة، آكل أكلة ما انهضمت معك فبيطلعوا لك هدول هيك بأظافيرك أو بيطلع لك حب بوشك. إذا كان إيه نعم أكلت أكلة بيطلع هالعروق، بس من صغرنا بنسمع إنه اسمه عروق الملح، ما له علاقة بالملح. الكب ملح، شو ولو كب ملح، قد ما بتكب ملح ما بينزل منك الشيء هذا. وخروج دودة من جرح، جرح دود طلع منه دودة ما نقضت الوضوء. وأذن طلعت دودة من أذنه ما بينتقض الوضوء. أما تطلع الدودة من الدبور تنقض الوضوء لأنه خرج شيء من السبيلين. أنا عيالي أخذتها لعند دكتور ما عاد سمعت إذنها، فأخذتها لعند دكتور حط ناظور طويل وناظور قصير إيه نعم وميكروسكوب تلسكوب إيه نعم، فوت لجوا شغلة طالع طلع مثل حكاية زرزور السيكارة. تاري بتفوت هي محارم بقلب إدنا بتنظف إدنا، فبتعلق شقفة ورا شقفة ورا شقفة إيه نعم سطمت إدنها. فطلعنا إيه نعم بدنا نحاسب السكرتيرة اللي برا، قال لي هو شيخ أنت أعطيني لي المصاري. نالوا قديش داك مصاري؟ قال لي قديش معاك؟ قلت له شو دخلك واللي معي؟ خلص تطلب تاخذ. قال لي قديش كنت ناوي تعطيني يعني؟ قلت له 50 وراه. تاني بياخذ 1000 ليرة إذا ما اشتغل. بس مفصل 1000. كانت 1000 1000، ما كان عندي أولاد. يعني ابني مواليد 80 حتى في له أخت قبل منه مواليد نعم 79. من أيمتى الحادثة معناتها؟ هذا عيادته بالجسر الابيض. ترى اذا اشتغل بياخذ 1500. قال لي قديش كنت بدك تعطيني؟ قلت له 50 ورم. يلا يرحم الدكتور حديفي كان ما ياخذ مني، يكتب لي على الرياشيتا الشيخ العارف بالله الشيخ فتحي صافي. هنا لك وعليه ذاكره عجيبه جدا، بيعرف جدي وبيعرف ستي وبيعرف ابو لجدي، بيتذكر الناس كلها رحمه الله عليه. وكان بس مفصله مثل ما بسمع من الناس اللي بياخذ منها شغله 100 ليره كان ياخذ، و50 بالقديم. اه يا ابي ايه انا مني ما ياخذ زيك، ما بعرف شو بياخذ منه. سأل الدكتور اعطيته 50، قال لي هي للبركه. 50 للبركه؟ اما اذا مو البركه قديش؟ طلع سالت النيرسه اللي برا، لا لا قديش بياخذ هذا الدكتور؟ قالت لي بياخذ 1000 ليره. قالت لي اشتغل يعني شيء؟ قلت لك ايه طلع لها من اذنها. قالت لي باخذ 1500. ما عاد ارجع ثاني مره لون بنوم. اي نعم. فالاذن اذا خرج منها دوده ما انتقض الوضوء، وانف خرج من الانف دوده ما انتقض الوضوء. ومس ذكر عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى مس الذكر براحه الكف ينقض الوضوء، عند ابو حنيفه لا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لئن مسست ذكري أو مسست أنفي فالأمر سيان عندي، إن هو إلا بضعة مني. ليش لا يروح الوضوء يعني؟ إذا تمس إيدك تمس أنفك تمس إذنك ولو مسيت ذكرك نفس الأمر، قطعة من جسمك
ما فيها شيء، لا في عليها بول، لا في عليها مني، ما في عليها مزي، قطعة من بدنك ما في عليها شيء، ليش راح وضوءك؟ عند الإمام الشافعي بيروح الوضوء. احنا ما لنا جاي نقول ان الإمام الشافعي غلطان، الإمام الشافعي شيخ الدنيا، لكن ايش ليش كتب لنا هون انه إيه نعم مس ذكر ما بينقض الوضوء؟ احنا عم نقرر مسألة في المذهب الحنفي، لكن حتى ولو انا كنت حنفي المذهب اذا بيصير معي هالشغلة بعيد وضوئي، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. هلا هي ما اختلفوا فيها؟ لا خلاص معناتها بعيد وضوئي رغم أني حنفي. ومس امرأة، هلا مس النساء عند الإمام مالك بشهوة ينقض الوضوء، يعني تمر من جنب عيالك تأخذ بوسة منها راح وضوءك. عند الإمام مالك إذا إيش صافحت لعيالك أو ضربته أو دفشته ما راح وضوءك، فقط المس بشهوة. عند الإمام الشافعي مس المرأة بأي شكل إن كان بيروح الوضوء. عند أبو حنيفة لا، ولو قبلت لزوجتك ما بيروح وضوءك. وكله له دليل، وكلهم من رسول الله ملتمسون، كلياته أخذ من سيدنا النبي من القرآن الكريم. فلذلك أنا حنفي المذهب، ومع ذلك إذا بلمس عيالي بعيد وضوئي أفضل. إيه نعم. ومس امرأة، هاي بصير بالمكاري، تطلع حرمة خود يا أخي أعطيه للشوفير، كون قاعد جنب الشوفير تعطيني 50 ورقة من التفي طج بإيدي، لك طولي بالك طيب، عامل لك ايدي هيك سلتيها تسليم، طاخ راح الوضوء. وقيء لا يملأ الفم ما بيروح الوضوء، وقيء بلغم ولو كثيرا ما بيروح الوضوء، وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته. عم يعمل هيك يصحى، كل ما عمل هيك بيصحى. في ناس كثير يعني احيانا جاي يسألني مسألة شرعية فبيقعد سايله كاسة شاي، أهلا وسهلا تفضل لنا قصتك. والله يا شيخ يا حبيبي ايه، وبعدين كل ما حكى كلمتين بينام. ايه نعم، يعني وهذا مرض، هذا مرض، لا تعيب تبتلى. وانا بالإذاعة كنت عم اسجل، نمت على الهواء عم سجل، انا عم سجل وغفرت. حكوا لي عن شيخ بالشام من كبار علماء الشام، ركب بالترين ايام ما كان الترين يمشي بالشام. مين لحق الترين؟ ما شاء الله، هدول ما رفع ايدهم عم يزغروا حالهم. ما بتوعوا الترين، ما شوف قال ما بيوعى. فنبقى نجي على سوق الجمعه الترين هون يدوروا له، هي تبع السكه تبعه، احيانا نروح فيه على المهاجرين. ايه فهذا كان في شيخ بالشام، شيخ كبير يعني، كان شاب صغير، فشاف في شيخ لابس جبة عمامة واقف على الحيط عم يبول. نقرأ الشيخ الصغير يعني قال عيب عليك واقف عم تبول على الحيط يعني وجبة وعمامة، لو زلمة مثلا لابس عري عم نقول لحالنا مو غريبة، أما شيخ وجبة وعمامة ما في الحين. طوت سنين ختير الشيخ على نفس الحيط وقف يبول. ليش؟ لأنه صار معه سكر، واللي معه سكر ما بيلحق حاله، إذا مو وين ما كان بده يوقف يبول، أو بينجس أو عيب بينجس حاله. فإذا كان شفت شغلة غريبة على عقلك، إي نعم، إي يعني لا تستغرب منها ولا تقعد تفتي فيها على كيفك. يعني نحن شفنا كبار احيانا عطسي بيخرج ريح، ما عاد في معه مساكات، لا تضحك، بكره بيصيبنا مثل ما صابه. حكى لي رجل انه بيحط احفاد، والله كنت لحطره ضحكه غير شكل، لاني ماني متعود اسمع هيك كلمه، انا بعرف الصغار بيتحفظوا، طاري الكبار صار يتحفظوا.
حطيت قسطرة شي 4 أشهر. لبكتني لبكة لبكتني لبكة القسطرة يا لطيف. فيوم كل 15 يوم بدها تبديل بقيمة. ما أحسنت أخرج بأسرع مباشرة دوري لعند الدكتور مشان يركب لي قسطرة، لأنه احتباس البول بآلم. فكنت راكب أنا وزوجتي بالباص، وصلنا على الجسر الأبيض، قام الباص طرق بحرف رصيف. قلنا له للشوفير ايه رح نشخ تحتنا من الرعبة يا زلمة. قالت لي العيال يا ريت، يعني معناتها طبت. هنا أنا أصدر حقيقي هنا. فبتلاقي سبحان الله الواحد بس يكبر، يعني لا بيتم معه مساكات ولا بيتم معه شيء، البول ما بيسيطر عليه والريح ما بيسيطر عليه، منصير مثل المعزة. إذا واحد عطس بيطلع منه شيء. نعم. ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة. نعم. قوم أنت. شلون ديروا الشغل على الناس؟ هلا شلون هيئة الركوع؟ هذا هو راكع هيك نام. أدحله نومي ربع ساعة ثلث ساعة. صحي لساعته هيك مساوي. صلاته صحيحة. أما لو لا إيديه لتحت نازلين، راح الوضوء، راحت الصلاة. هي راكع أو ساجد نزيل السجود. سجود تمام. إيه نعم. هلا نام ربع ساعة نص ساعة صحي بتم. أما فالة حاله إيديه إيه نعم كواعه بهبطين ونايم إيه نعم ومطوي على حاله إيه نعم زيل كمان هيك أطوي على حاله، هذا هلا إيه نعم خالص الصلاة ومعود. نوم مصلين ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة تماما كهيئة الصلاة بكمل صلاته. أنا مرة نمت وأنا قاعد بالتشهد، بس كنت لحالي يعني منفرد ما في وراي حدا. قديش نمت الله أعلم. فقلت لي حالي تمام، قاعد على اليسرى ناصب اليمنى إيدي على فخدي تمام، كملت الصلاة. لو مالي قارئ فقه كنت ما عرفت شو بدي ساوي. كنت ما عرفت. كثير ناس اللي بيسأل شو بدي ساوي ما بيعرف.